مقاطعة بومديد سجلت فيها مقاييس كبيرة تجاوزت في أحيان 100 مليمتر. اللي حدث عن سد لفطح خسر دقدق، وذاك السد مياهه توجهت معروفة في المنطقة عنه مياه منين تمشي من ذاك السد تهدد مدينة بومديد. الحمد لله الأضرار البشرية كيف ما قلنا ماله ياسر عنها معي خالق الحمد لله. فعلا فم عدة قرى ضروا فيها عشرات الأسر، عندنا بعض القرى قدوا نعطوها لكم نعدوها لكم، بلدية بومديد والرق وتصلح، مدينة أحمد فال والقنبة والمنيقعة أو تابعين لبلدية بومديد، وهذا خلقوا فيهم أضرار. بعض الأسر دخل الماء أماكنهم، وفيهم واحدين خسروا أماكنهم طاحوا لهم ديارهم والله مساكنهم. بين بلدية لفطح هم اللي ضروا فيها بعض الأسر، هي وجلوة والجامع. كي تعرفوا هذا النوع هو قاع المدينة عليه يخلق عليه يجي هذا النوع من السحاب وهذا النوع من السيل اللي خلق عن ما في الأمر عن منين جاء السيل. الوسائل المتاحة محليا السلطات دخلت فورا، وكانت فم جرافة وحاولوا يعدلوا بها حاجز عن المدينة، وعقب السيل جاء ودخل المدينة. فعلا انقفلت الطريق ضرك المدينة، نحن تنقلنا إلى عين المكان ما قدينا نوصل للمدينة. السلطات فم الأمور الحمد لله عادية، فم فعلا عشرات الأسر داخل الماء أماكنهم. الدولة السلطات العمومية أعطوا تعليمات وتعبئة الوسائل لمعالجة لتصدي للوضعية. والآن لله الحمد فاتوا بعض الآليات توجهوا للمنطقة، وظاهر أن في الساعات المقبلة لا يخف منسوب المياه ويعود التدخل قد يدخل المدينة ويقيس القرى الأخرى. والتدخل يتمثل في أن نعالج المياه اللي ما زالت في المنازل عبر مضخات ينجابوا ويعودوا يقلعوا الماء، والبليدات اللي محتاجين الحاجز وراء لعله يجي السيل في الأيام المقبلة باللي ما زالت فم أن السحابة تقدر لا تجي أي وقت والسيل قد يعاود. وفم تدخل على مستوى الحالات الطوارئ المواد الغذائية والخيم والفريشة وزاده جاهز. في الساعات المقبلة إن شاء الله نترقبوا الطريقة اللي قد يدخل بيها، وإن شاء الله يجي التدخل في الوقت.